يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا أوتر إنسان وقام آخر الليل، إذا أوتر إنسان أول الليل وقام آخره يريد أن يصلي، فماذا يفعل؟ هل يوتر مرتين؟ لا، الصحيح أنه يقوم ويصلي ما تيسر ويكتفي بالوتر الأول فلا يكرره، يكفي الوتر الأول. تجوز الصلاة بعد الوتر، ورد في السنة الصلاة بعد الوتر، ما في مانع. نعم.